خدها السيسي بدأوا يعدلوا الدستور بشكل انت يعني كنا احنا قلنا حاجة زي كده هنا عليه، لكن الشكل ده مدى مصر. العيال دي شالت الصورة بتاعت الصورة دي وحطوا صورة مكانها للسيسي برضو، قبيحة قوي. التعديل الدستوري هيعمله السيسي خطير جدا. بص بيقول لك ايه، التعديل الدستوري اعوام اضافية للسيسي ثم رئاسة ابدية لمجلس حماية الدستور. مدى مصر بتقول مصادر بالرئاسة والمخابرات والبرلمان اكدت ان رحلة تعديل الدستور بدأت، وان خطة التعديل هتشمل 5 مسارات متوازية هتمشي مع بعضها، يتم اعدادها في الرئاسة والمخابرات. لجنة تعديل الدستور يرأسها محمود كبر ما شاء الله عليه، اهو محمود كبر وبيعمل الدستور مصر وبيشرف عليه عباس نفسه اللي هو الخواض الاكبر. اول المسار القانوني هتعمل ايه، هيزودوا مدة الرئاسة عشان تكون 6 بدل 4، الابقاء على الحد الاقصى لفترتين، يعني الرئيس برضو فترتين بس 6 مش 4. تقليص عدد اعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد عن 350، هو دلوقتي حوالي 596، هينزلوا النص تقريبا. عودة مجلس الشورى اللي تم الغائه في دستور 2014 كده عادي جدا، الناس اللي هتطلع مجلس الشعب هتروح مجلس الشورى. تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل حكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية، يعني هيشيلوا الحاجات دي، هيخلصوا صلاحيات دي من البرلمان. الغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، وضع مادة انتقالية في الدستور تنص على إنشاء ما يسمى بالمجلس الأعلى لحماية المجلس، هو بقى حطوا مادة يتعمل مجلس أعلى لحماية الدستور. اللي بعده، المجلس ده هتكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على هوية الدولة وحماية الأمن القومي للبلاد في حال التولي قيادة سياسية جديدة. المادة المقترحة هتتضمن بقى أن السيسي نفسه يتعين رئيس لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو ساب السلطة، يبقى عامل زي الجاد فازر كده، الأب الروحي، يعني يقعد على مجلس أعلى فيبقى الرئيس بيشتغل عنده. الإجراءات البرلمانية، التعديلات هيتم تمريرها للبرلمان في مارس المقبل على أن يتم طرحها للاستفتاء في يونيو 2019. يقوم بقى أبو شقة رئيس حزب الوفد ومستشار السيسي بتمهيد التعديل لأعضاء لجنة 50 بحجة أن الحرب على الإرهاب ما خلصتش وأن هناك تربص بمصر إلى آخره إلى آخره، ماشي، وأنه لا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن وهو في وسط المعركة، ويتم التحذير بعدم السماح بأي اعتراض من أي أعضاء من اللجنة اللي صغرت الدستور، وان اي اعتراض هيكون سبب في تعرض من يتقدم به الى هجوم اعلامي مباشر ومكثف. ده المسار القانوني. المسار بقى الشعبي والاعلامي، هيكون هناك مناشدات من البرلمان ومن خبراء وبتاع ومش عارف ايه لتعديل الدستور، هيتم جمع توقيعات بالعافيه غصب عنكم لمطالبه السيسي البقاء، هيتم استضافه البرلمان الداعمين للتعديل لشرح وجهه نظرهم في الاعلام، وكذلك استضافة الداعمين للتعديلات من المحللين السياسيين. ده المسار الإعلامي جنب المسار القانوني. في المسار الإعلامي برضو يلي ذلك حشد إعلامي هيجري بالاتفاق على تفاصيل فور الانتهاء من صيغ تعديلات، تحرك إعلامي ستصحبه على الأرجح تحركات شعبية زي إطلاق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي عشان ينشدوا السيسي أرجوك ابقى فأنت الأمل الحي والحاجات دي، للاستمرار حتى تنتصر مصر في معركتي الإرهاب والتنمية اللي ما بيخلصوش. الحملة مش هتنطلق إلا بعد ما السيسي يدي إشارة البدء، لأنه عايز يعمل إيه؟ ينتهي من حزم التقشف مقبلة قبل طرح التعديلات الدستورية، ويتعلق التوقيت بمؤامات خارجية ترتبط بالوضع في المنطقة وأولويات العواصم الكبرى. ده بالنسبة برضو للمسار الإعلامي. رابعا، تهيئة الساحة الدولية. هناك رغبة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات قبل بداية العام الأخير في رئاسة ترامب، عشان ايه؟ نعملها قبل ما ترامب يمشي، حيث يعتبر النظام وجود ترامب هو الضمانة الاولى لتمرير هذه التعديلات خارجيا دون ازمات. هناك تخوف من تأثير صعود الديمقراطيين اللي صعدوا في الاخير ده او توابع قضية خاشقجي على الوضع في مصر، لكن مصادر غربية بتستبعد وجود اعتراض امريكي او اوروبي على مؤثر يعني على تعديل الدستور، وهناك دعم حكومي اسرائيلي من اللوبي الصهيوني بامريكا لاستمرار النظام. وبالرغم من ذلك هناك توجيهات يتم تكرارها يعني مما أسماء جهات سيادية بأن البعثات الخارجية تؤكد دايما في مقابلتها أن مصر تخوض حاليا معركة أمنية كبيرة، وأن أي هزة في لمؤاخذة رأس السلطة في مصر الآن من شأنها أن تحدث تداعيات غير صغيرة، وأنه عندما يتم اتخاذ القرار ستقوم الجهات المعنية بالسياسة الخارجية بالتحرك، حيث يتم تمهيد الطريق لطرح الأمر على الأطراف الدولية في إطار المطالبة البرلمانية اللي هتطرح و...
وما سيليها من اعلان لتأييد شعبي متوقع. اخر حاجه او خامس حاجه يعني التهيئه الامنيه. مصادر امنيه طلبت بتحركات حزبيه لدعم التعديلات. طلبت الاحزاب بالتصدي لافكار قد يتم ترويجها ضد التعديلات زي تداول السلطه او الوضع الاقتصادي المتردي. الاجهزه الامنيه لن تتهاون مع اي تحرك مهما كان صغيرا لرفض التعديلات. ثوره الجياع. بعض الدبلوماسيين الغربيين في القاهره بيشوفوا ان الامر الجدير بالمتابعه لا يتعلق بخوف النظام من رده فعل دوليه غير متعاطفه ولا من مواقف غير داعمه من نخبه سياسيه او احزاب وهي كلها طوع النظام، لكن الخوف الحقيقي زي ما بيشوفوه المراقبين الغربيين من العموم المواطنين اللي تحولت املهم من حكم السيسي الى شعور بخيبه امل واضحه وتتلاشى قدرتهم على استيعاب الضغوط الاقتصاديه المتزايده. وما هي قدره اشد مؤيدي النظام صراحه في الترويج لتعديلات تبقي السيسي في الحكم بالتوازي مع ارتفاع حتمي جديد في الاسعار نتيجه رفع الدعم عن الطاقه، وفي ظل ارتفاع قادم لسعر الدولار اصبحت التكهنات بشانه اكثر وضوحا وعلانيه. ببساطه شديده يعني ده على مسؤوليه مدى مصر، مش عارف هي مدى مصر عندها مصادر قالت لها انه بيتم تعديل الدستور دلوقتي ببساطه شديده جدا عشان يتعمل مجلس اعلى لحمايه الدستور. يعني يتعمل فترات الرئاسه فترتين زي ما هم بس بدل 4 6 سنين، ويتعمل مجلس اعلى لحمايه الدستور. مين يمسك المجلس الاعلى ده؟ السيسي. وهيمسكه مدى الحياه. فالمجلس الاعلى ده يبقى مراقب مين؟ مراقب البرلمان ومراقب الرئيس. يعني المجلس الاعلى ده هو عمله على فكره الراجل في تشيلي عمل نفسه، عمل حمايه لنفسه مدى الحياه. يعني الراجل الجزار بتاع تشيلي حط ماده في الدستور تحميه مدى الحياه لانه كان عامل جرائم يعني فظيعه. هو السيسي بيعمل كده. السيسي ايه بقى حمايه الدستور ده؟ ايه اللجنه العليا لحمايه الدستور؟ دي بس هي حمايه للسيسي وبعض اتباعه من الملاحقه بس. فيبقى مدى الحياه حامي نفسه. ويناقب يراقب بقى الرئيس، يراقب البرلمان. خلاص؟ يعني الحقيقه انا بقول لكم بس ان مصر داخله على سنين سودة. يعني لو حصل ده هتبقى مصر داخلة على سنين سودة. سنين سودة بجد. هقول لك ليه. لان اولا انت متخيل نفسك انت تترشح ونعمل فلوس ونصرف فلوس وناس مرشحين يترشحوا وبتاع المجلس الاعلى قاعد فوق في برجه العاجي في العاصمة الادارية يقول شيلوا المرشح ده وشيلوا ده وخلوا ده. خلاص؟ فالمرشح ده لو نجح يبقى مدين بالولاء لمين؟ لرئيس المجلس الاعلى للسيسي. والسيسي يقدر يخلي الصحافه تهاجم الرئيس ده وتاكل عرضه او تمدحه ويقعد فترتين ويروح. يعني 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 زي ما انت ماسك التلفزيون كده ماسك الريموت في ايدك. انت كده. هل التلفزيون بيقلب لوحده؟ لا، انت بتبقى ماسك الريموت كده تقلب تقعد تقلب. هو السيسي بيبقى عامل كده. مصر دي شاشه كبيره، هو قاعد ماسك التليفون الريموت وقاعد يغير بس. وقاعد يغير ايه؟ ما هو الميزه اللي هو خدها في القصه دي لو حصل ان شاء الله ربنا يولع فيه ما يوصلهاش يعني، او الشعب يتحرك. الميزه بقى انه لا يسال عما يفعل. يعني الرئيس اللي جاي هيسال وهيتقال له الاسعار وهيتقال له المدارس، بص القرف كله. انما هو بقى أبانا الذي في العاصمة الإدارية مش هيحصل له حاجة. ليه؟ لأنه لا يُسأل. الراجل فوق مع آلهة الأولمب. فالراجل قاعد فوق ينظم حاجات. ليه بقى؟ إنه مش بشر. هو ده بشر ده؟ هو ده بني آدم ده عادي؟ ده يوحى إليه. فهو في وضع مراقب عام وأيضا بدون مسؤولية. الحاجة الثالثة من وجهة نظري ده لو حصل ده. الحاجة الثالثة بقى إنه هيبقى محمي مدى الحياة من أي ملاحقة. مدى الحياة طول ما هو كده، لكن إذا قامت ثورة أطاحت بالزبالة اللي في مصر دي خلاص بقى هيتجاب يتعلق في ميدان التحرير. إنما هو لو وصل لده هيبقى أولاً مراقب عام وهو اللي مسيطر على كل الأجهزة دي وهو بقى أب روحي. اتنين حقيقة ما عندوش أي مسؤولية خالص يعني. خالص يعني إيه مسؤوليته؟ ما عندوش. تقدرش تقول له يا سيسي فين البنزين؟ ما فيش حاجة اسمها كده. الراجل ماله؟ الراجل في المجلس أعلى فوق في السماوات السبع. انما اللي تحت اسالوهم اشتموهم. انا ما تشتمش، انا الاب الروحي، انا البابا. طيب الحاجه الثالثه بقى والاخيره انه ما تقدرش تلحقه قضائيا خالص. يعني السيسي مش هيلبس بيجامه.